سلام، يا بكونوا بخير. مرحبالار مرحبالار مرحبالار. فيديو جديد لأول مرة تشوفوني. أنا اسمي نرمين، بقالي سنة ونص عايشة في تركيا بدرس هنا، فعشان كده حاسة نفسي كواليفايد ولو شوية إني أعمل الفيديو ده. لأول مرة تتفرج عليا أو مرة تشوف أي فيديو ليا، بليز انزل تحت اعمل سبسكرايب أو اشتراك عشان تنضم للعيلة بتاعتنا وتقدر تتفرج على فيديوهات تانية أو تشوف فيديوهات قديمة زي ما أنت عايز، بس بليز اعمل سبسكرايب. ايا كان الغرض بتاعك في انك ضاغط على الفيديو ده او داخل عليه عشان تتعلم اللغه التركيه، سواء انت عايز تتعلمها كهوايه او كحاجه عايز، يعني كلغه عايز تضيفها لنفسك، او عايز تتعلمها عشان عايز تدرس بيها او عايز تشتغل بيها، وجاس وات انت ممكن تشتغل باللغه التركيه في مصر عشان في كول سنترز كتير قوي لشركات مصريه شغاله في تركيا وبيكون مقر عملها الرئيسي من مصر، وبالتالي انت لو معاك لغه تركيه تقدر جدا تشتغل كول سنتر في مصر. واسمع ان مرتباتها مثلا وصل لما كنت في مصر كانت بادئه من 8000 جنيه which is a lot. اما بالنسبه انك تتعلمها كهوايه فدي حاجه كويسه، انا شخصيا من الناس بتحب تتعلم اللغات بسرعه جدا وبتعلمها بسهوله شويه نوعا ما الحمد لله. ف I get you. انا فاهمه انتوا بتحاولوا تعملوا ايه او انتوا رايحين لفين بالظبط، انتوا تعلموا الحاجه لمجرد ان انتوا تتعلموها، فهي هي نفس الخطوات. اللغه التركيه من اللغات اللي من وجهه نظري سهله جدا، سهله كفوكابلري ككلمات، نفس الموضوع يعني كحته كلمات او حته معاني او كحته استخدام او 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 في كل حاجه هي سهله. كنطق برضو هي سهله الا لو انت لدغه زي حالاتي، ساعتها يكون عندك مشكله. المشكله الوحيده في اللغه التركيه هي الفعل، ترتيب الفعل صعب شويه. يعني على سبيل المثال مثلا في الجمل الانجليزي او لما انت بتيجي تكونفرت جمله من العربي فبتقول انا بحب القطط، انا بحب القطط، الفعل جه تاني حاجه. في الانجليش بتقول I like cats، لايك جي تاني حاجة. في التركي بان كدلار سيفيورم، الفعل جه فين؟ اخر حاجة. فدي المشكلة الوحيدة في التركي من وجهة نظري، ان انت ممكن يكون عندك جملة سطرين وتيجي تدور على الفعل تلاقيه اخر حاجة، فانت عمال تقرأ في سطرين مهولين عشان بس توصل للفعل اللي هو اخر نقطة عشان تفهم الجملة عايزة تقول ايه. ودي مشكلة انا بواجهها حاليا في الدراسة، لان ممكن تكون الجملة كبيرة جدا تلات اربع سطور والفعل فعلا في الاخر، فانت ايوه يعني انت عايز ايه؟ هنوصل امتى للمعنى؟ فعشان تتعلم اللغه التركيه او اي لغه عموما في ثلاث اربع خطوات من اللي انا هقولهم سريعين جدا على اي لغه تانية ممكن تصدمهم في اي لغه تانية انت عايز تتعلمها. الموضوع بسيط قوي، بس الخمس خطوات دي لو انت مشيت عليهم او اتعلمتهم ان شاء الله هتقدر في الاخر تتعلم اللغه التركيه وتتكلمها as a pro. اول خطوه او اول حاجه وهي اوبشنال شويه بالنسبه للناس اللي هي بتتعلم اللغه كهوايه، هي ان انت تتفرج على مسلسل. قبل ما تتعلم اي لغه في الحياه، قبل ما تتعلم اي حاجه في الحياه وتقدم على انك تخش اي حاجه، حتى لو انت داخل جامعه او داخل مدرسه معينه او اي حاجه، لازم تتاكد الاول ان انت هتعرف تتعامل مع المحتوى بتاعها، لازم تتاكد ان انت هتعرف تتعامل مع اللغه ولا لا. يعني انا على سبيل المثال لما كنت عايزه اتعلم الماني، انا ما زلت عايزه اتعلم الماني وكل امل ان انا في يوم من الايام اعرف اتعلمه واتكلم كويس، بدات الاول باني اتفرج على مسلسل، ودي الخطوه الاولى ان انت لازم تتفرج على مسلسل او فيلم بيكون بيتكلم باللغه اللي انت عايزها. في الحاله احنا فيها دي لازم تتفرج على مسلسل بالتركي. لما جيت اعمل كده مع الالماني واتفرجت على المسلسل حسيت ان الموضوع confusing، او بالنسبه لي حسيت ان في حاجات كتير شبه الانجليش بس still لا مش كل حاجه شبه الانجليش، في لخبطه. فحسيت انه تمام انا ممكن اتعلم الماني بس مش دلوقتي، وان الموضوع مش هيكون سهل بالنسبه لي، وان انا يعني محتاجه اضغط على نفسي شويه فيه، وان هي بالنسبه لي لغه صعبه. فلو انت داخل الموضوع كهوايه لما تتفرج على المسلسل هتقدر تحدد اذا كنت انت تقدر تتعلم اللغه دي وهي تكون سهله بالنسبه لك انك تهندلها كمجرد هوايه ممكن تتعلمها مع نفسك، ولا الموضوع هيكون صعب عليك. فقبل ما تتعلم اي حاجه لازم تخش تتاكد ان انت تمام وماشي في السكه بتاعتها. بالنسبه بقى لو انت عايز تتعلمها كشغل او كدراسه او اي حاجه تانية، فكره ان انت تتفرج على مسلسلات هتديك راي عام للغه ماشي ازاي، هتديك وجهه نظر كبيره اللغه بتتجمع في ايه او اكتر الكلمات اللي بيتم استخدامها. خلي بالك ان اللغه التركيه مش لغه متشعبه قوي زي العربي، يعني مش هتلاقي الكلمه ليها 5000 معنى او 5000 ترجمه زي العربي، لا خالص الكلمات التركيه محدوده ومش كتيره قوي. فدي حاجه كويسه، انت مع الوقت اصلا هتلاقي ان نفس الجمل اللي بتتقال في المسلسلات بنفس الريتم بنفس الترتيب هي نفس الجمل اللي بتستخدم في الكتب ونفس الجمل اللي بتستخدم في ارض الواقع، يعني هي لغه مش متجدده قوي. فانت لو اتفرجت على مسلسلات هتحدد انت قادر تتعلمها ولا لا، وهتعرف تلم اكبر جزء من اللغه.
لو انت بقى بعد ما شفت المسلسلات وكملت الفيديو لحد دلوقتي وقررت انه تمام انا هتعلم اللغة وانا خدت قراري وكل حاجة، فتاني نقطة مش ده، تاني نقطة مش القاموس ده، قاموس تركي اشتريته من هنا السنة اللي فاتت، كانوا اسوأ استثمار ل 12 ليرة في حياتي. المدرسة بتاعت التركي في الجامعة اجبرتنا ان احنا نشتريه وما كانش ليه 30 لازمة لان انا ما صدمتوش. ف we gonna have to say goodbye، هما جيبوه بعدين. فالقواميس لا، لما تستبدلوها بايه؟ هي الموبايل بتاعكم سلاش اليوتيوب. hear me out، اول حاجه بس كده، في موقع او في معهد كبير قوي هنا في تركيا اسمه يونس إما. يونس إما ده معهد خلاص، يعني انتوا قررتوا تتعلموا اللغه، فالمعهد ده لو انت جيت هنا كنت هتتعلم فيه، ولو انت في مصر في برضه اماكن بتعلموا في مصر، بس نظرا للكورونا ونظرا لان ناس كتير مش عارفه تسافر، ناس كتير مش قادره تتحرك، فيونس إما بيدي اونلاين كورسز وبتكون مجانيه، فانا هدور لكم على اللينك بتاعه واحطه لكم تحت. فانت ممكن تدخل على يونس إما وتاخد الكورسات بتاعتهم واللي عاده بتشرح اللغات. لو انت بقى ما عندكش فهم في يونس امرا او مش عايز تدوس الحته بتاعت يونس امرا، حاسس ان الموضوع صعب بالنسبه لك او طالب حاجات كتير انت مش قدها، ففي قنوات في اليوتيوب، في ناس كتير قوي وناس مشهوره جدا برضه وهحط لكم لينكات ليهم تحت، بيعلموا التركي بطريقه كويسه جدا جدا جدا، شو سوريين كتير قوي بيعلموا التركي بجراحه وبكل تفصيص. انا شخصيا استخدمت ماتيريال كتير قوي منهم لما كنت بتعلم الهزاري الاول كمستويات دراسيه فعليا، عشان كانوا حاطين امتحانات وطرق حلها ومش عارف ايه. ففي قنوات يوتيوب هتعلمك الموضوع بكل بساطه، بدل ما تروح مثلا مركز لو انت ما عندكش الامكانيه الماديه ان انت تروح مركز او اي حاجه من دي، فممكن تصلي موبايلك في نقطه زي دي. في نفس النقطه الثانيه في الجوجل ترانزليت، اي جمله تيجي في بالك عايز تقولها بالعربي وجيب بالك ان انت عايز تقولها بالتركي، خش في نفس التوقيت دور على الجمله بالتركي واسمعها، شغل الخاصية بتاعت الصوت في جوجل ترانزليت واسمع الجملة عاملة ازاي وافضل رددها في مخك لحد ما تفهمها. كل ما جملة تيجي في دماغك بالعربي حاول تترجمها في نفس التوقيت بالتركي. هتقولي طب ما جوجل ترانزليت دايما بيكون محتاج نت، لا، لو انت شفت الفيديو بتاع 5 تطبيقات تحتاجهم اول ما توصل تركيا هتكون عارف ان جوجل ترانسليت ممكن جدا تنزل عليه اللغه ومش محتاج خالص ان انت تكون محملها عليه، لا ممكن تستخدمها اصلا ولا في نت ولا في خط في الموبايل ولا اي حاجه طالما الابلكيشن نفسه موجود على الموبايل. ف نفس الثلاث حاجات دول اللي هو يونس إمرا وقنوات اليوتيوب والجوجل ترانسليت لازم تستغل موبايلك استغلال صح. تالت نقطة ودي من رأي الأخصائيين النفسيين أو الناس بتوع التخاطب، إن أنت عشان تتعلم أي لغة لازم تتعلمها من أهل اللغة أو لازم تتكلم مع حد بيمارس اللغة. ممكن يكون الحد ده حد مصري زيك، حد عربي زيك بيتكلم تركي بس بيتكلمه كويس، فانت هتتكلم معاه، او ممكن تكون بتتكلم مع حد تركي فعلا، وده سهل قوي ان انتوا تلاقوهم سواء في بابجي سواء في الابلكيشن بتاعت هالو توك مش عارفه ايه، في ابلكيشن بالهبل يعني الاتراك اصلا على قفا من يشيل، فمش هتعصلجوا في النقطه دي. فممكن يفيد ان انتوا تتكلموا مع حد تركي وتسمعوا النطق الصح الكلمات. عشان كده نرجع لرقم واحد، لازم تتفرج على المسلسلات عشان تسمعوا النطق الصح، عشان لو انت اتعلمت لغه وتعلمتها بنطق غلط فده بوينتلس، مفيش اي لازمه من ان انت اتعلمتها، فلازم تتكلم مع حد هيساعدك ان انت تتعلم اللغه بنطقها الصح، وتكون مجبر انك تتكلم مع الشخص ده بالتركي وبس. اطفالكم ما بيحبوش الانجليش، ما عندهمش كابيلتي اصلا او قدره ان هم يتعلموا العربي، فبالتالي انت هتتكلم معاه ايه؟ هو تركي وبس، فدي حاجه كويسه على عكس العرب لو انت تتكلم حد صاحبك وانت عصلكت في نقطه فهتضطر ان انت مثلا تشرح له بالعربي او تكلمه بالانجلش او مش عارف ايه، لكن لو بتتكلم مع حد تركي ان هم احاديين اللغه فبالتالي هتكون مجبر انك تشرح له بالتركي، فانت هتتعلم غصب عنك من زهقك يعني. رابع نقطة وهي البرو تيب بالنسبة لي، واعتقد دي اكتر نقطة بتساعدني ان انا اتعلم اي لغة في الحياة بسهولة، دي فعلا اكتر نقطة مسهلة عليا اي حاجة في الدنيا ان انا اتعلمها. فكر تركي، كلنا بنتكلم جوه دماغنا وكلنا بنفكر جوه دماغنا وكلنا بتيجي في دماغنا حاجات كتير قوي، بنقعد هلبس البلوزة دي، طب هلبس الفستان ده، طب هروح النهاردة، طب انا هصيف كام، طب الاوفر ثينكينج اللي بيكون قبل النوم، كل ده كلام بنتكلمه جوه دماغنا. ايه رايك لو اتكلمت الكلام ده او لو فكرت التفكيك ده بالتركي مش بالعربي، تفتكر هتفرق معاك؟ تفتكر هتحس مع الوقت انه لا انا عملت حاجه؟ عارفين من فتره كنت بكلم مع حد قريبي وقال لي ان هو كان بيتكلمني عن كورس انجلش كده واخده، وان قد ايه الكورس ده كان حلو قوي، كان مهم قوي بالنسبه لي، كان مبهور قوي لحد ما في الاخر قال لي تعرفي انا بقيت دلوقتي بفكر بالانجلش. ايوه ايه الجديد لما انا بعمل كده بالفعل.
فساعتها حسيت ان انا فعلا ماشيه صح، وان التب او الطريقه اللي انا بعملها باني بفكر باللغه فعلا نافعه جدا، وهي فعلا فادتني، لان انا بتعلم تركي من قبل ما اجي هنا بالفعل، ولما جيت كنت بتكلم وكنت فاهمه كل حاجه بتتقالي، وده عشان انا كنت بفكر بالتركي، كنت بفكر بالانجليش، وافكر باللغه العربيه الفصحى، عشان لو يعني انتوا مش عارفين انا بكتب روايات او بكتب ان جنرال، فلازم اكون محافظه على اللغه العربيه الفصحى، فبرضه بفكر باللغه العربيه الفصحى، فده محافظ لي على الحاجات دي. فاي لغه سواء تركي او غيرها فكروا باللغه دي. خامس نقطه، ودي نقطه يعني اكتر نقطه نابعه من الطبيعه او من الفطره البشريه، اي حد مصري ايا كانت جنسيته ليفل الغرور عنده اعلى من اي حاجة تانية، فان انت تتفاخر بحاجة عندك بتساعدك وبتحفزك ان انت تتعلم الحاجة او تاخد الحاجة عشان بس تتفاخر. يعني انتوا عارفين ان في دراسة كده، انا مش بجزم ان هي صح، ان 75% من الناس اللي بتخش كليات القمة بمختلف انواعها بتخشها عشان دافع الغرور، ان انا خلصت كلية قمة في الاخر، مش بتخشها عشان الهدف العلمي او الهدف الوظيفي. دي دراسة مالناش دعوة بيها، ممكن تكون صح او ممكن تكون غلط. ف 75% من الناس بتتعلم اللغات عشان تقول انا اتعلمت اللغة. فايه رأيك لو انت اتعلمت اللغة دي رحت رزيت خلي الله بيها، يعني في الرحلة في الجاية كده تقعد تهزر مع اخواتك او تغازي اخواتك او ترخم عليهم وانت بتتكلم بالتركي؟ عارف انت احساس لما تكون متضايق من حد ومش عارف تطلع غلك فيه، او مش عارف تشتمه فتشتمه بلغة ومش فاهمة؟ ده بالظبط اللي انا كنت بعمله مع التركي لما حد كان بيعصبني، كنت بشتمه جوه دماغي او بره دماغي عادي، هو كده كان مش فاهمني بالتركي وبس. فانت لو استخدمت اللغة التركي كحاجة انت بتتفاخر على الناس اللي قدامك بيها، مش بمعنى الوحش طبعا، او بتغازي في صحابك او مصدعهم او مصدع اهلك في الراحة وفي الجاية انك يعني بتتكلم بالتركي، صدقني انت هتتعلمه مع الوقت، هتبقى حد سابق زمانه في اللغة او في اي لغة تانية اصلا. ف لو انت وصلت للحظة دي، فدي الخمس طرق اللي انا شخصيا اتعلمت بيهم تركي، وفي ناس تانية كتير قوي اتعلمت بيهم تركي، ودي طرق بسيطة جدا. انا ما قلتلكش لا اقعد بقى هات كتب هات مذكرات مش عارف ايه، عشان اللغات ابسط من كده. انت لو اتعاملت مع اللغة على انها حاجة او حاجة دماغك بيمتصها او حاجة بتخش دماغك تعشش جواه زي ما بيقولوا، هتكون سهله جدا عليك انك تتعلمها. لكن طول ما انت تتعلم مع اللغه بتتعامل مع اللغه على انها ماده في كتاب انت بتقراها وبتبلعها جواك، هي مش تثبت، مش تعمل اصلا معاك اي حاجه. فبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. اتمنى ان الخمس طرق دول يكونوا فعليا مفيدين ليكم، وساعدكم فعلا ان انتوا تتعلموا اللغه وتتقنوها في الاخر. ولو انتوا استخدمتوا الطرق دي بليز قولوا لي تحت استخدمتوها ولا يعني نفعت معاكم ولا لا، انا مش عارفه ايه اللي بقوله ده. ولو لسه ما عملتش سبسكرايب بليز انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي واعملوا لايك، ولو تعرفوا اي حد من صحابكم او اي جروب مهتم ان هو يتعلم اللغه التركيه ما تنسوش تحطوا اللينك ده فيه. وشكرا، باي.